وهنعمل دلوقتي سلطة الكمثرى والرمان، مفيهاش أي حاجة يعني سهولة وكله على بعضه وبقت سلطة. عندي كمثرى متقطعة ويدجز أو شرايح بالشكل ده، وتقدروا تستبدلوا الكمثرى بتفاح لأن التفاح وقته بيبقى أطول شوية في السوق. رمان حب، بصل أحمر متقطع جوليان، وعصير ليمون، وأكيد طبعا هنحط ملح وفلفل، وهنحط نقطة من زيت الزيتون. طيب لو احنا هنقدم الطبق ده على طول فخلاص بنسيب الكمثرى كده، لو احنا السلطة هتقعد شوية على الترابيزة يبقى هنمسحها مسحة بعصرة ليمون علشان ما تسودش. بصل، يعني انا متخيلة ان ممكن الناس تستغرب شوية الاكلات بتاعت النهاردة لان كلها ميكس ما بين الحاجات المسكرة والحاجات الحادقة والفاكهة مع الأكل العادي وكده، لكن لما تجربوهم هيعجبوكوا، وده نوع من أنواع التغيير في الوصفات المعتادة بالنسبة لنا. وآدي البقدونس أو الكزبرة، الاتنين هيمشوا في الوصفة دي ويبقوا حلوين جدا، وحبوب الرمان. حبوب الرمان نفسها ميكس ما بين الحاجات المززة وما بين الحاجة المسكرة، فعشان كده بتقبل يعني شوية التغيير كده في الوصفات، بتساعد يعني. وبعدين نعمل الدريسنج، عصير ليمون، نقطة زيت زيتون، معلقة صغيرة ملح وفلفل مع عصرة الليمون اللي احنا حاطينها، وهحط برضو ورقتين كده نعناع صحاح، مش هفرمهم بس هيديني طعم برضو في الدريسنج حلو جدا. يبقى ليمون وملح وفلفل، زيت زيتون، وورقتين ثلاثة النعناع دول، وندي كده ايه درزل من الدريسنج بتاع السلطه.